لم يتغير شيء جوهري حتى يتغير هذا المشهد. ايوه اطفال فلسطين كلهم بتف عليك يا مقرن. جس النبض الفلسطيني بهذه الخطوات الإعلامية أنتج صورة لن تمحوها اتفاقات التطبيع، صورة الاعتراض بكل الوسائل الممكنة، من البصق في وجه المطبع إلى الصاروخ على مستوطنات المستعمر. وبالرغم من القوة الإسرائيلية في صناعة الصورة والدعاية، غير أن ما جرى في واشنطن لم تنفع في ترويجه دعاية السلام. في واشنطن كل شيء حصل إلا صورة اتفاق سلام، فليس لصورة من هذا النوع مبرراتها هنا، لا حرب بينهم ولا معارك، ولذلك ليس مستغربا أن يبدو المشهد خفيفا وغير متوازن وربما هزليا. لم يكن المسير متوازيا، متبوع وتابع، هكذا وصلوا إلى طاولة التوقيع. هذا وزير الخارجية الإماراتي يسأل عن شيء ما في الاتفاق، هل هي لحظة سؤال في عرف توقيع الاتفاقات؟ أم أنها تدل على الأرجح على عدم الإلمام بمضمون ما يوقع عليه عبد الله بن زايد؟ انتهى التوقيع. مغادرة الطاولة كانت كالوصول إليها، متبوع وتابع، ولا حاجة للتذكير بأن لا ندية فيما يجري. الصورة تتحدث. لن يمشي ممثل الإمارات أو البحرين أيا كانت رتبتهما في النظام السياسي أمام ترامب أو نتنياهو من نافل القول إن ذلك ممنوع، وهو الانعكاس المشهدي ليس لحجم التغول الإسرائيلي المقبل في الإمارات فقط، بل لحادثة عمرها أسابيع حاولت فيها إسرائيل عرقلة تزويد أبو ظبي بطائرات حربية من طراز F-35، ودائما على القاعدة نفسها، متبوع وتابع.